بسم الله ولا بدأ إلا به والحمد لله ولا حمد إلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على خاتم نبي بعثه وخير نبي أرسله وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا وترحابا ورحبا بالحضور الكريم في لقاء جديد من لقاءات السبت العلمية المتجددة والمتألقة بألق قضاياها وضيوفها وأساتذتها، يبث من منصة مجمع اللغة العربية بمكة حرسها الله وشرفها. الحضور الكريم، كانت الكتابة ولا زالت سجلا للحضارة الإنسانية تجلى فيها تاريخها وتطورها، وفي ثنايا هذه الملحمة الإنسانية نشأ الخط العربي ليتطور ويبلغ مبلغا من الجمال، حاملا معه حضارة تركت معالمها على أطراف البسيطة. ويعرف الخط العربي على أنه فن وتصميم لعملية كتابية أو لعملية الكتابة في جميع اللغات التي تستخدم الحروف العربية. وتمتاز الكتابة العربية بكونها متصلة، الأمر الذي يجعل منها عملية قابلة لاكتساب العديد من الأشكال الهندسية. وقد انحدر إلينا فن الخط العربي بحلته الرائعة والبهية التي اكتسبها بمرور الوقت منذ فجر التاريخ، واستمر هذا الخط بالنمو والازدهار في جميع العصور والأطوار التي مر بها حتى وصل إلى العصر الحديث الذي ابتدع فيه الفنانون العرب أنماطاً وخطوطاً هجينة بلغت المدى الأقصى في الإبداع والجلال. وعنه يقول ابن خلدون في مقدمته: إنه صناعة شريفة يتميز بها الإنسان عن غيره، وبها تتأدى الأغراض لأنها المرتبة الثانية من الدلالة اللغوية. ولقاء اليوم بعنوان قصة الكتابة العربية يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله عبد فتيني، الأستاذ في جامعة أم القرى سابقة. والدكتور عبد الله عمل خطاطا وفنانا تشكيليا بجانب مسيرته الأكاديمية البحثية في فن الخط العربي، وله العديد من الأعمال الإبداعية الفنية المطبوعة، منها الخط الكوفي تاريخ وجمال، والخط العربي، وجماليات التشكيل بالخط العربي في أعمال سالم باجنيد والخط الحجازي وغيرها. فمع الأستاذ الدكتور عبد الله حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك في محاضرة عنوانها قصة الكتابة العربية. وبداية، قبل أن نلجو إلى قصة الكتابة العربية، يجب الإشارة إلى أن تغاير الألسنة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كتغاير الناس واختلافهم رسما ووسما، وفاضل بينها كما فاضل بينهم، فجعل اللغة العربية ذروة السنام من اللسان، ولم تنل لغة من اللغات نطقا وكتابة من العناية والتجويد كما نالته اللغة العربية، لفضلها وشرفها وقدسيتها وثرائها في الوفاء بأغراض ومقاصد اللسان دينا ودنيا. لقد اكتسبت اللغة العربية شرفا رفيعا ومنزلة فريدة لارتباطها بالقرآن الكريم ولنزول القرآن الكريم بها، فكانت غرضا للدارسين عربا كانوا أم عجما، مسلمين كانوا أم غير مسلمين. وتلك العناية شاملة لمستويات الدرس اللساني نطقا وكتابة. ومن أوجه تلك العناية عنايتهم بالتدوين، تدوين القرآن الكريم، فرسم القرآن اتسم بالثراء والجودة والضبط،
وعليه بنيت عنايتهم بالخط العربي، إذ تباينت أصنافه وأنواعه وفقاً للمتغيرات الجغرافية والتاريخية وأغراضه ومقاصده بين كوفي وحجازي ومغربي ونسخ ورقعة وغيره. واتسم تطوره بالتدرج في تسارع ملفت للنظر، مستمداً من درجة انتشار هذا الدين القويم الذي طبق آفاق الأرض شرقاً وغرباً، حتى غدا الخط العربي تاج الفن الإسلامي ونبراسه، لما يحمله من قيم جمالية وسمات جعلت منه أحد أهم عالم التراث الإسلامي. وتجلى ذلك الموروث الفني الذي أنتجه الفنانون المسلمون عبر عصور ازدهار الفن الإسلامي. وسنتطرق في هذه المحاضرة بما يسمح به الوقت لقصة الكتابة العربية التي ستتناول ثلاثة محاور: المحور الأول نشأة الكتابة العربية، والثاني التطورات الأولى للكتابة العربية، وأخيراً مرحلة الابتكار والجمال. فمن حيث نشأة، يعني أتشارك معكم الشاشة، فمن حيث نشأة الكتابة العربية نجد أن آراء المؤرخين وعلماء الآثار اختلفوا وتعددت آراءهم، وذهبت المصادر العربية القديمة مذاهب شتى حول نشأة الخط العربي واشتقاقه، ووردت آراء بعضها أقرب الأسطورة منها إلى الواقع، ومنها من يقول بأن الكتابة العربية توقيفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوقف الكتابة العربية على آدم عليه السلام، ورأي يقول أن الخط العربي مشتق من الخط الحميري المسند، وجد هذا الرأي أنصاراً من قدام الكتاب في العصر الحديث أيضاً، ورأي يقول إن الخط العربي مشتق من الحيرة، وأيضاً أيد هذا الرأي بعض الباحثين في العصر الحديث، إلا أن العديد من الباحثين في علم الكتابة العربية في العصر الحديث ينكرون اشتقاق الكتابة العربية من خلال ما قالته الآراء السابقة، إذ أن تلك الآراء تفتقد إلى الأدلة المادية، بالإضافة إلى ما أورده بعض الباحثين من دحض لهذه النظريات التي نجملها فيما يلي. فعن النظرية التوقيفية التي يشهد أصحابها ومؤيدوها بأن الكتابة وقف من الله سبحانه وتعالى على آدم، مستشهدين بالآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها، واستشهد بعضهم بظاهر الآية الكريمة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، متوهمين أن المقصود آدم عليه السلام، والصحيح أن المقصود بالإنسان في هذه الآية هم جنس الإنس، هنا جنس الإنسان عموما، لا سيما وأن الآية تقول الإنسان. وأما ما معنى الآية علم آدم الأسماء كلها، أي علمه الأسماء التي يتعارف عليها الناس من دابة وسهل وجبل وحيوان وأشياء غير ذلك من الأمور وغيره. وأما عن النظرية الحميرية والتي تقول باشتقاق الكتابة العربية من الخط الحميري المسند الذي كان مزدهراً في عهد دولة التبابعة الحميرية، فأثبتت الدراسات العلمية الحديثة عن طريق مقارنة الأبجدية السامية الجنوبية بالأبجدية السامية الشمالية بعد العلاقة بين الخط المسند والخط العربي الحجازي. الخط المسند تكتب حروفه منفصلة كما تكتب من أعلى إلى أسفل، بينما الخط العربي تتصل حروفه وتتجه في رسمها من اليمين إلى الشمال، كما تختلف أشكال الحروف في الخط المسند عنها في الخط العربي. وأما النظرية الحميرية فمفادها أن الخط العربي مشتق من خط الحيرة، وتقول هذه النظرية أن ثلاثة من قبيلة الطي هم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة قاسوا هجاء السريانية على هجاء العربية، وأن الأول هو الذي وضع صور الحروف، والثاني هو الذي وصل وفصل، بمعنى حدد صور الحروف التي تتصل بما بعدها عن غيرها والتي لا تتصل، والثالث منهم
هو الذي وضع النقاط على الحروف. وتضيف هذه النظرية أن أول من وضع الكتابة ملوك مدين، أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت، هذه أسماء ملوك مدين، فوضعوا الكتابة العربية على أسمائهم وأضافوا إليها حروفا غير موجودة في أسمائهم سميت بالروادف. وقد انبرى لدحض هذه النظرية عدد من الباحثين، فرأوا أن وضوح أثر الصنعة والاختراع في الأسماء التي وردت في الرواية العربية مثل مرامر بن مرة، أسلم بن سدرة، عامر بن جدرة، وهي أسماء موزونة ومقفاة، مما يدل على أنها وضعت وضعا ولعلها صيغت على هذا الوزن حتى لا تنسى. ومن المعروف أن الإعجام لم يتم إلا في عهد متأخر، في زمن خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، مما يؤيد ترجيح بطلانها واختراعها. بالإضافة إلى أنه لم يشر المؤرخون إلى تاريخ ظهور هؤلاء الأشخاص، كما لم يعثر على نماذج من الخط الحيري في الحجاز، مما يؤيد اشتقاق الخط العربي من خط الحيرة. وكما ذكرنا فإن معظم المراجع الحديثة شككت في صحة هذه النظريات لافتقادها إلى الحجج المؤكدة، وأيدت رأياً رابعاً هو أن الكتابة العربية متولدة من كتابة الأنباط المولدة من الكتابة الآرامية، وهو ما يرجحه في هذه المحاضرة، حيث أن هذا الرأي يستند إلى الأدلة المادية. إذن النظرية النبطية هي النظرية التي نستند إليها ونطمئن إليها حين من الدهر، إلى أن الكتابة العربية التي كانت موجودة في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت من الكتابة النبطية. فمن هم الأنباط؟ الأنباط قوم من العرب من جنوب الجزيرة العربية، هاجرت من بلاد اليمن إلى شمال الجزيرة العربية في المنطقة المعروفة الآن باسم الأردن قرية الشام. وسبب انتقالهم، حيث من المعروف أن بعد انفجار سد مأرب خرجت هجرات عربية، قبائل عربية كثيرة، من أهمها وأشهرها الأنباط، واستقروا في بادية الشام في منطقة الأردن وكونوا لهم حضارة. وقد حقيقة بذل المحققون من علماء الحضارة الإسلامية جهودا طويلة وشاقة، فكشفوا عن بعض الآثار التي وجدوها والأبنية التي ساعدتهم على استنتاج الرأي العلمي الذي يمكن الاطمئنان عليه، بأن الكتابة العربية التي كانت موجودة في الحجاز قبيل زمن النبي اشتقت من الكتابة النبطية. ونعود بالتاريخ إلى أبعد من ذلك، حيث ثبت فيما بعد أن الباحثين ذكروا أن الفينيقيون هم أول من اخترع حروف الهجاء. ومعظم المراجع أجمعت أن الأبجدية الفينيقية، أبجد هوس حطي كلم صعفص قرشت، أصل الأبجدية العربية والأبجديات التي اشتقت منها كاليونانية والآرامية. وكانت تتألف هذه الأبجدية من 22 حرفاً، تمثل كل واحد لفظاً معيناً وأحرفها ساكنة أو نصف صوتية. ونتيجة لبساطة الأبجدية الفينيقية وسهولة استعمالها، استخدمتها الشعوب المجاورة لها، وأصبحت المنطلق الأساسي لجميع الأبجديات التي تلتها، وأضاف كل شعب من هذه الشعوب الحروف الصوتية التي تناسب لغته. وقد أخذ الآراميون كتابتهم من الفينيقيين، كما أخذتها معظم الشعوب كما ذكرنا. وخرجت من الكتابة الآرامية أربعة خطوط رئيسية، ارتبط انتشار كل خط منها بانتشار واحدة من الديانات الأربع، وهي الزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام. وارتبطت خصائص كل كتابة بخصائص اللغات الأربع، وهي الفارسية والعبرية والسريانية والعربية. ثم خرجت من الجزيرة العربية كما ذكرنا قبائل الأنباط، وسكنت في شمال الجزيرة العربية
جنوبي شرق الأردن وجنوب سوريا وسيناء وتبوك والعلا ومدائن صالح، كان ذلك في القرن السادس قبل الميلاد. وكانت لهم هؤلاء الأنباط حاضرتان، واحدة في الشمال وهي البتراء المعروفة الآن، وأخرى في الجنوب وهي مدائن صالح. وتقع البتراء في جنوب شرق الأردن، وتقع مدائن صالح بين المدينة المنورة والشام، وتبعد عن المدينة حوالي 400 كيلو. وهي عبارة عن مجموعة من المدن، من أشهرها الحجر وتيماء والعلا وخيبر وتبوك والرأس وفذل. وكانت البتراء مركزاً هاماً لتجارة القوافل بدءاً من القرن الخامس قبل الميلاد إلى أوائل القرن الثالث الميلادي. وكذلك كانت مدائن صالح لاشتراكهما في الوقوع على الطريق التجاري للقوافل. وقد ازدهرت بلاد الأنباط أيما ازدهار بحكم موقعها الجغرافي، إذ كانت ممراً للقوافل التي كانت تقصد بلاد الشام قادمة من الجنوب. وقد اتخذ الأنباط الخط الآرامي خطاً لهم وطوروه وجعلوه متصلاً متصل الحروف، في حين أن الآرامية والعبرية المشتقة من الآرامية كانت منفصلة الحروف. ولقد اشتقت الكتابة العربية من الكتابة النبطية التي مرت بمراحل عديدة، يمكن أن تعد المرحلة الأخيرة منها انبثاق الكتابة العربية المبكرة، ويمكن تحديد هذه المراحل كالتالي: المرحلة الأولى مرحلة الأخذ بدون تصرف من الحروف الآرامية التي كانت تميل إلى التربيع، والمرحلة الثانية مرحلة التحوير والتصرف، وفيها تحولت كتابة الأنباط من الأصل الآرامي إلى التطور النبطي، والمرحلة الثالثة مرحلة النضج، وفيها ابتعد الخط النبطي عن الكتابة الآرامية، وبلغ هذا الوليد النبطي شده فصارت له ملامحه النبطية الخاصة، وكانت صورته تميل إلى الاستدارة رغم ما يبدو فيها من تربيع، وأصبحت الخطوط أكثر ليونة عندي قبل. ولقد اطمأن المحققون من علماء الآثار إلى سلامة الرأي القائل بأن الخط العربي مأخوذ من الخط النبطي عن طريق نقوش حجرية اكتشفت في أماكن متفرقة بين العراق وسوريا، وسمي كل حجر باسم المكان الذي عثر فيه. ومن هذه النقوش نقش أم الجمال، وجد هذا الأثر في المنطقة الشمالية من جبل الدروز في منطقة تسمى أم الجمال، وهو مكتوب بلغة آرامية نبطية، وكما هو موجود أمامكم الآن. هذه منطقة أم الجمال في شمال عمان تقريبا. والنقش الآخر، النقش الثاني، نقش النمارة، والنمارة قصر للروم في جبل الدروز بالشام، وقد عثر عليها في بلاد الشام. ويذكر أن هذا النقش مكتوب على قبر امرئ القيس. ونقش حران وعثر عليه في خرائب كنيسة تقع في منطقة حران شمال جبال الدروز، على باب كنيسة يوحنا المعمدان، وهو مكتوب بخط أقرب ما يكون إلى العربية: أنا شرحبيل بن ظلمو بنيت ذا المرطوس سنة 463 بعد مفسد خيبر بعام. نلاحظ أن النقوش القريبة من الإسلام تظهر فيها كثير من ملامح الكتابة العربية. وعلى ذلك نود أن نشير أن الكتابة العربية مرت بثلاث مراحل: مرحلة الكتابة بالحروف الآرامية الصرفة التي كانت تميل إلى التربيع، والمرحلة الثانية مرحلة الانتقال والتحويل تدريجياً من الكتابة الآرامية إلى الكتابة النبطية، والثالثة مرحلة النضج، وفيها تحررت الكتابة النبطية من كثير من صور الكتابة الآرامية، وأصبح الكتابة النبطية الوليدة ملامح خاصة تميل الاستدارة رغم ما يبدو فيها من تربيع. ويلاحظ عند التحقيق في نقوش النبطية الأولى أنه لا يوجد فيها كلمات عربية، بل نجد بعض الحروف المفردة التي لها رسم الحرف العربي، وفي النقوش التالية لها نجد بعض الكلمات لها ملامح عربية واضحة، وفي النقوش الأخيرة نجد أنها تقريبا كتبت بحروف عربية تشبه كثيرا الحروف التي عرفت قبل العصر النبوي. وعليه يمكن تلخيص نشأة الكتابة العربية. الكتابة العربية التي كانت موجودة قبيل البعثة المحمدية أنها خرجت من الكتابة النبطية، والكتابة النبطية خرجت بدورها من الكتابة الآرامية، والكتابة الآرامية خرجت من الكتابة الفينيقية،
وكما ذكرنا فإن الكتابة الفينيقية خرجت منها أمهات الأبجديات في العالم، خرجت منها الهندية واليونانية والعبرية والآرامية التي تعتبر جدة الكتابة العربية. هذا فيما يخص نشأة الكتابة العربية. ويهمنا في هذا الصدد أن الكتابة العربية التي كانت موجودة في الحجاز لها كثير من الخصائص، خصائص الكتابة النبطية المتأخرة، وهي أنها كانت من غير نقاط، وأنها ليست بها حركات التشكيل، وأنها كانت من غير مدود، فكلمة ثلاث تكتب مثلا ثلث ثلث، ولا توجد بها تاء مربوطة، فمثلا كلمة سنة تكتب سنة، وهكذا وغير ذلك من السمات الفنية التي انتقلت إلى الكتابة العربية قبل الإسلام. وبظهور الدين الإسلامي أصبحت الحاجة ملحة لتعليم المسلمين القراءة والكتابة، خاصة وأن القرآن الكريم نوه بفضل القراءة والكتابة في أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وانتشر التعليم بين العرب خاصة حينما ميز الإسلام المتعلمين وبين فضلهم ومنزلتهم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي آية أخرى حث الناس على استخدام الكتابة في المعاملات بين الناس: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم ينزل القرآن دفعة واحدة، بل نزل منجما على 23 عاما، فكان كتبة الوحي يكتبون ما أنزل من الآيات تباعا، حيث كان يتولى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ترتيب آيات القرآن، فيعين موضعها من بعضها لبعض، وحدد مكانها في السور المختلفة طبقا لما تلقاه من الوحي. أما ترتيب السور فقد ترك شأنه في بداية الأمر إلى الصحابة، واختلف ترتيب السور بين صحابي لآخر. ولكن أغلب الآراء ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم نزول القرآن الكريم عليه رأى ترتيب السور على النحو الذي بين أيدينا اليوم، أن يبدأ بطوال السور ثم أوسطها ثم قصارها. وكانت الكتابة بصدد الإسلام وسيلة للاتصال الخارجي، وارتبط بها انتشار الدين الإسلامي في خارج الجزيرة، فكتبت بها رسائله عليه السلام إلى ملوك إلى الملوك والقياصرة والأباطرة يدعوهم الإسلام، خاصة عندما بدأت رقعة الدولة الإسلامية تتسع، وصار لزاما التكاتب مع الأقطار المفتوحة في الشؤون الدينية والاجتماعية وتدوين الدواوين وضبط أمور الدولة. وبذلك أصبحت وظيفة الكتابة دينية واجتماعية وسياسية. أن القرآن الكريم لم يجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مكتوبا على الرقاع وسعى في النخيل متفرقا. وفي خلافة أبي بكر الصديق اقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم أن يجمع القرآن، خاصة بعد استشهاد الكثير من حفظة كتاب الله. بلغوا 70 صحابيا من حفظ كتاب الله واستشهدوا في الفتوحات الإسلامية، فأمروا زيد بن ثابت بجمعه لأنه كان من كتاب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وظلت هذه الصحائف محفوظة عند أبي بكر الصديق، وبعد أن توفاه الله صارت عند عمر بن الخطاب، ثم بعد وفاته احتفظت به أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين، إلى أن طلبها الخليفة عثمان بن عفان من السيدة حفصة في بداية خلافته، حيث اتسعت الفتوحات في عهده وامتد العمران وانتشر المسلمون في الأقطار والأمصار، وظهر جيل جديد يحتاج إلى دراسة القرآن. وكان كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءات من كان عندهم من الصحابة، فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري. لذا كان بينهم اختلاف في وجهة القراءة، ومنشأ هذا الاختلاف نزول القرآن على 7 أحرف كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذا الاختلاف في القراءات فتح باب الفرقة والشقاق بين المسلمين في قراءة القرآن، وكادت أن تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أضف إلى ذلك أن الأحرف 7 التي نزل بها القرآن الكريم لم تكن معروفة لأهل الأمصار البعيدة، ولم يكن من السهل عليهم معرفتها كلها،
حتى يتحاكموا إليها عند الاختلاف، ولم يكن لهم مصحف جامع يرجعون إليه. وعندما رأى الخليفة عثمان كثرة الاختلافات بين المسلمين في وجوه القراءة، أمر زيد بن ثابت الأنصاري وسعيد بن العاص الأموي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بكتابة عدة نسخ من القرآن الكريم وبعثها إلى الأمصار الإسلامية المختلفة لتكون مرجعاً للناس عند الاختلاف. ولقد اختلف في عدد المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأنصار، والأرجح أنها أربعة، أرسل ثلاثة منها إلى الكوفة والبصرة والشام، وبقي الرابع في المدينة. وقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بحرق جميع الصحف التي كانت من قبل. ولقد استحسن المسلمون الخط الحجازي في عصر الخلفاء الراشدين، وتخيلوا لكتابة القرآن الكريم مجتمعاً في مصحف واحد، والتزموا فيه بقواعد هجائية خاصة بالمصحف الكريم أطلق عليها اسم الرسم العثماني. لذلك نجد في بعض نسخ القرآن الكريم هذه العبارة بالرسم، القرآن الكريم بالرسم العثماني، يعني الرسم الإملائي الذي كتب به القرآن وكتب به القرآن في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأول التطورات جمع القرآن الكريم. الصورة متحركة أستاذ دكتور، واضحة؟ أي نعم دكتور، الآن واضح. جمع القرآن الأول تطور هو جمع القرآن، والتطور الثاني جمع القرآن تم في عهد أبي بكر الصديق، والتطور الثاني نسخ عدد من المصاحف في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم نتيجة للفتوحات وخروج الدين الإسلامي خارج الجزيرة العربية وانتشار الإسلام، ظهرت أيضا مشكلة ثالثة، وهي مشكلة الإعجام، حيث اختلط العرب بغيرهم في الأقاليم الغير عربية، واختلطوا بهم وأصبح كثير منهم لا يتقن اللغة العربية. وظهرت مشكلة التصحيح، وهي قراءة الكلمة بغير حركتها الصحيحة. هذه أول مشكلة واجهت ونذكر بأن الكتابة العربية ما زالت محتفظة، رغم أنها كتب بها عدد من النسخ في عهد سيدنا عثمان، لكنها ما زالت محتفظة بخصائص الكتابة النبطية، أنها من غير نقاط ومن غير تشكيل ومن غير مدود. فكون أنها من غير حركات تشكيل، ظهرت مشكلة، وهي مشكلة التصحيح. تنامت هذه المشكلة وظهرت على السطح، فطلب زياد بن أبيه من أحد العلماء في ذلك الوقت اسمه أبو الأسد الدؤلي، عمرو بن ظالم مشهور بأبو الأسد الدؤلي، وطلب منه حل هذه المشكلة. أبو الأسد الدؤلي كان يكره معاوية ومن دار في فلكه هو من شيعة علي، فرفض أي تعاون بينهم. ولكن زياد بن أبيه وغيره خافوا على القرآن الكريم من التحريف، خاصة عند قراءة الكلمة بحركة غير صحيحة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلاف معناها. أرسل رجلاً أن يقرأ القرآن في طريق بالأسر الدؤلي في السوق، ويقرأ القرآن محرفاً. فلما مر أبو الأسود قرأ الرجل إن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام في كلمة رسوله، فكما هو واضح اختلف المعنى، وكأن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ومن رسوله، حاشاه عز وجل أن يتبرأ من رسوله. وقصص أخرى وردت في هذا الجانب، منها أن ابنة أبو الأسد الدؤلي نظرت إلى السماء في ليلة صافية وقالت: ما أحسن السماء، بضم النون، ما أحسن السماء يا أبتي، فقال لها: نجومها. فقالت: إنما أردت التعجب. فقال لها: عليك أن تقولي ما أحسن السماء، فتح النون. والقصص كثيرة في هذا المجال. استعظم أبو الأسود الدؤلي ذلك، وعاد من فوره إلى زياد بن أبيه وقال له: أجبتك. فبعث إليه بثلاثين خطاطا، انتقى منهم واحد
وقال له أمسك المصحف والمداد وانظر إلى شفتي وأنا أقرأ القرآن، فإن فتحت شفتي ضع نقطة فوق الحرف، وإن خفضت شفتي السفلى فضع نقطة تحت الحرف، وإن ضممتهما فضع نقطة بين يدي الحرف أي أمامه، وإن صاحب أحد تلك الحركات غنة فضع نقطتين، يقصد التنوين. وهكذا بدأ بإعراب القرآن. وقبل أن يتم عمله رجع إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لأنه من أعلم الناس باللغة العربية، وأخبره بما يفعل، فقال له انحو هذا النحو. ومن هنا جاء علم النحو الذي ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فكانت تلك النقاط أول نقاط على الحروف العربية للدلالة على حركة الحرف وتعرف بنقطة الإعراب. هذا مثال للنقاط التي وضعها، هو مثال التي وضعها أبو الأسود الدؤلي. هذه النقاط هي حركات فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم بعد ذلك 20 عاما من هذا التطور الأول، وفي عهد عبد الملك بن مروان وعلى يد الحجاج بن يوسف، ولنفس الأسباب الأولى وهي دخول الإسلام إلى بلاد الأعاجم وعدم معرفة الناس للحروف المتشابهة شكلا والمختلفة صوتا كالباء والتاء والثاء، دعا الحجاج بن يوسف نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وهما تلميذا أبي الأسود الدؤلي لوضع حل لمشكلة الخلط بين الحروف المتشابهة، فقاما بعملين عظيمين. أولا أعادا ترتيب الحروف الأبجدية، كان الترتيب السابق أبجد هوز حطي كلم صعفص إلى آخره، وأعادوا الترتيب بحيث جمعوا الحروف المتشابهة شكلا وهي مختلفة صوتا، فأخذوا من أبجد أخذوا حرف الألف. الشاشة متحركة دكتور؟ ألو؟ نعم متحركة. أخذوا حرف الألف ووضعوه في الترتيب الجديد، ثم أخذوا حرف الباء وجاءوا بما يشبه الباء، جاءوا بالتاء من ترتيبها وراء الباء، وجاءوا بالثاء وراء التاء، وفرقوا بينهم بالنقاط كما هو. ثم رجعوا إلى أبجد، أخذوا الجيم وجاءوا بما يشبه الجيم، جاءوا بالحاء والخاء وفرقوا بينهم بالنقاط، ورجعوا إلى أبجد أخذوا الدال، وضعوا الدال وجاءوا بالذال لأنها تشبهها، ثم الزاي والحاء والطاء، هذه كلها ليس لها متشابه، إلى أن جاءوا للراء واخذوا حرف الزاي ووضعوه وجاءوا بالراء لأنها تشبهها، ولكن بدلوا الراء قبل الزاي لأن جاءت وراء الزاي السين، فالزاي والسين هي حروف متشابهة في مخرجها حروف الصفير. وهكذا أعادوا ترتيب الحروف الأبجدية من الحروف العربية من الترتيب الأبجدي إلى الترتيب الألف بائي، والذي يعمل بهذين النظامين في المعاجم في وقت الحاضر، وتجدوا على المعجم مرتبة ترتيبا أبجديا أو عبارة أخرى مرتبة ترتيب ألف بائي. وقاما بعمل آخر، الآن تشابكت النقاط، نقاط وضعها أبو الأسد الدؤلي للدلالة على حركة الحرف، ونقاط أخرى وضعوها للدلالة على صوت الحرف، فرأوا أن النقاط التي وضعها أبو الأسد الدؤلي للدلالة على حركة الحرف هي متغيرة، مرة يكون الحرف مرفوعا ثم مخفوضا ثم مفتوحا، والنقاط التي وضعوها هي نقاط متسقة ثابتة في الحرف، فغيروا لون النقاط التي وضعها أبو الأسر الدؤلي بلون أحمر حتى يتم التمييز بين النقاط التي وضعوها والنقاط الأخرى. فكان هذا التطور الثالث في الكتابة العربية. وظل الحال حين من الزمن لا يفرق المسلمون بين نقاط الإعجام ونقاط الإعراب إلا بلون المداد، إلى أن جاء العالم المبتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان عالما باللغة العربية، وارتبط اسمه بعروض الشعر، إذ أنه أول من وضع علم العروض الذي يعني بما يعنى بموازين الشعر وبحوله،
وإلى جانب ذلك عني هذا العالم بنقاط أبي الأسد الدؤلي فأبدلها بالعلامات المعروفة لدينا، فاستبدل الألف ألف قصيرة، استبدل ألف قصيرة بنقطة الفتحة، لأنك حينما تنطق الحرف مفتوحا تنطقه وكأن بعده ألف، فوضع ألف قصيرة ثم تحولت فيما بعد إلى شرطة مائية. وكذلك الحال استبدل الياء الراجعة بنقطة الكسرة، لأنك حينما تنطق الحرف مكسورا تنطقه وكأن بعده ياء، ثم تغيرت هاتين العلامتين إلى شرطتين منحدرتين. وكذلك الحال استبدل الواو بنقطة الضمة، لأنك حين تنطق الحرف مضموما تنطقه وكأن بعده واو. وابتكر علامة الجزم السكون، وهي عبارة عن دائرة صغيرة مفتوحة مأخوذة من حرف ميم الجزم. وابتكر الشدة بعلامة مأخوذة من رأس حرف الشين. ثم قام بتبسيط الرسم الإملائي للكتابة العربية، وابتكر الرسم الإملائي الذي نكتب به الآن. واتفق هو والعلماء في ذلك الوقت أن يبقى الرسم، أن يبقى القرآن الكريم بالرسم العثماني الإملائي الذي كتب به في زمن الخليفة الراشدي عثمان بن عفان، حتى لا يفتح باب الاجتهاد في تغيير شكل المصحف الكريم، وحتى ولو كان بهدف التطوير. لذلك نجد على أغلفة المصاحف الشريفة كما ذكرنا عبارة بالرسم العثماني، أي الرسم الإملائي الذي كتب به المصحف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. لعلنا من المناسب أن نذكر أن الخطاطون، خطاطون المصاحف في العصر الحديث، يجعلون لعلامات التنوين أشكالا خاصة في معظم طبعات المصاحف الشريفة، ومنها المصحف المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ويتغير شكل علامة التنوين في المصحف تبعا للحرف الذي يليه، وترسم الفتحتان والكسرتان بهذا الشكل متباعدتين إلى حد كبير، دائما تكتب هاتان الفتحتان والكسرتان بهذا الشكل. لكن إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فترسم بهذا الشكل، تكون منضبطة كمان منضبطتان تحت بعضهما البعض. وهذا مثال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. الآن التنوين، تنوين الفتحتين ليس تحت بعضهما، لكن نلاحظ وأقوى مقيلا إن جاء بعد أحد حروف الإظهار فوضع الفتحتين تحت بعضهما البعض. ثم انظر هنا مثال آخر، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، بينما تغير شكلها لأنه جاء وراها العين عابدات. وكذلك الحال بالنسبة للضمة، تكتب بهذا الشكل دائما، ولكن إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار تكتب بهذا الشكل متسقطان مع بعضهما البعض. الآن نتكلم عن الخط الحجازي، الخط الحجازي الذي كان موجودا بالحجازي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كتب به القرآن، عرف باسم الخط المكي ثم عرف باسم الخط المدني، ولا يوجد فروق بينهما كثير. عرف هذان الخطان باسم الخط الحجازي، وبه كتبت المصاحف الأولى. ثم لما انتقلت عاصمة الخلافة إلى الكوفة، انتقل معها الخط الحجازي، وكانت له صورتان، صورة يابسة مربعة وصورة لينة مقورة. يجب أن نعي وندرك هذا أهمية هذه الملاحظة، لأنه فيما بعد تم تشويه تاريخ الكتابة العربية من قبل المستشرقين ومن تبعهم من المؤرخين العرب، فذكروا أن الخط الكوفي هو أبو الخطوط العربية، وأن ما جاء من الجزيرة العربية عبارة عن كتابة كتب بها القرآن. فأبو الكوفي روجوا لفكرة أن الخط الكوفي هو أبو الخطوط العربية، متأثرا بجفافه وتربيعه من الكتابة السريانية التي كانت موجودة بالحجاز، لأنهم حينما أرخوا للفن الإسلامي نزعوا فضل العرب عن الفن الإسلامي، وذكروا أن النسيج وأشغال الزجاج
والخزف وغير ذلك، إنما التي يشتهر بها الفن الإسلامي إنما هي تأثرت بالفنانون والصناع الذين كانوا موجودين في تلك الأقاليم غير العربية، فينسبون أن الفن الإسلامي مصادره الفن الساساني والفن الهلستي والإغريقي. وعندما جاءوا إلى الخط العربي التفوا حول تلك الفكرة، وذكروا أن الخط الكوفي هو أبو الخطوط العربية، وهو خط جاف مربع تأثر بالجفاف والتربيع في الكتابة السريانية التي كانت موجودة في الحسن. وهذه مغالطة صريحة وواضحة، حيث أن أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن الخط الحجازي الذي كان موجوداً بالحجاز له صورتين، له صورتان، صورة يابسة مربعة وصورة لينة مقوعة كتبت بها المصاحف في ذلك الوقت. وسألني أحد الطلاب هل في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الهم هو نشر الدعوة الإسلامية ودعوة الناس إلى الإسلام، هل كان مجال هناك مجال للتفنن وكتابة واستخدام أسلوب يابس مربع ثم أسلوب لين؟ نعم، أثبت أحد الباحثين أن القرآن الكريم حينما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه ويمليه على أصحابه كانوا يكتبونه بخط لين سريع، ثم يقومون بإعادة كتابته بخط يابس جليل يليق بجلال كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الرأي أثبته عدد من الباحثين في جامعة أم القرى في قسم الآثار الإسلامية. نخلص إلى أن الخط الحجازي كانت له صورتان، صورة يابسة مربعة وصورة لينة مقورة. انتقل هذا الخط الحجازي بصورته إلى الكوفة، ثم اعتنى أهل الكوفة بالصورة اليابسة المربعة، وعرف هناك باسم الخط المزور أو الخط التذكاري، وانحصر استخدامه في الأشياء التذكارية في أغلفة الكتب في شواهد القبور إلى آخره، اسمه الخط التذكاري، هذه الصورة اليابسة المربعة. وأما الصورة اللينة عرف باسم خط التدوين لأنه يستخدم في تدوين الأشياء السريعة من معاهدات ومكاتبات وعهود ومواثيق. واخترعوا أهل الكوفة صورة جمعت بين اليبوسة والليونة، كتبوا بها المصحف، عرف باسم الخط المصحف. هذه الصور الثلاثة تمام عرفت جميعها في وقت الحاضر باسم الخط الكوفي القديم. عفوا دكتور، العرض ثابت. هنا نشاهد أن الخط كده ظهرت الصورة؟ لا ما ظهرت دكتور. عجيب. نعم الآن ظهرت. نعم. الخط المكي والمدني كتابة مقورة لينة وكتابة يابسة مربعة. انتقلت الخط المكي والمدني الذي عرفه اسم الخط الحجازي إلى الكوفة بهاتين الصورتين، فاعتنى أهل الكوفة بالصورة المقورة اللينة وأصبح اسمها أصبح اسمه خط التدوين، واستخدم في تدوين الأشياء الحياتية السريعة من عهود ومواثيق ومعاهدات وإلى آخره. وأما الصورة اليابسة المربعة فقد سمي باسم الخط التذكاري، وانحصر استخدامه في الأشياء التذكارية من شواهد القبور وعناوين الكتب وإلى آخره. ثم اخترع أهل الكوفة صورة ثالثة جمعت بين اليبوسة والليونة، عرف باسم الخط المصحفي. وخط أشكال الخط الحجازي الذي عرفه، ظهرت الصورة يا دكتور؟ أشكال الخط الحجازي؟ نعم دكتور واضح. الآن ظهر؟ نعم. الذي عرف فيه ما بعد باسم الخط الكوفي، فخط التحرير أو التدوين أو المراسلات هذه الصورة اللينة، والخط التذكاري هذه الصورة اليابسة، واخترعوا صورة تجمع بين اليبوسة والليونة كتب بها المصحف وعرفت باسم الخط المصحفي. هذه الثلاثة صور نعرفها الآن باسم الخط الكوفي القديم. نركز على القديم لأن جاء بعد ذلك خط آخر اسمه الكوفي الحديث. الكوفي الحديث هو عبارة عن الخط التذكاري الذي اتصف باليبوسة والمزوى الذي نستخدم فيه الأدوات الهندسية. هذا الخط المزوى تطور تطورا لوحده محتفظا بيبوسته، ودخلت فيه الزخرفة الإسلامية،
واحتفظ باسم الخط الكوفي. تمام، اول كانت ثلاث صور كلها اسم الخط الكوفي القديم، لكن هذه الصوره هي التي احتفظت فيما بعد باسم الخط الكوفي، محتفظه باليبوسه والهندسه، هذا ما يميزها. ثم دخلت فيه الزخارف النباتيه واصبحت له انواع، كوفي مورق، كوفي مزهر، كوفي مضفر الى اخره. خلاص. ثم الصورة اللينة، خط التحرير وخط المراسلات، ظهرت اللوحة الجديدة. نعم دكتور، نعم. الخط يتولد عن الخط الكوفي القديم، الخط التذكاري كما قلنا، وأصبح اسمه الخط الكوفي، وله صور المربع والمورق والمضفر والمخمل. أما الصورتين الأخريين، خط التحرير أو التدوين للمراسلات والخط المصحفي، اندمجا في بكونهما خطوط لينة، وأصبحت لهما فيما بعد أسماء أخرى، الجليل أي الواضح الكبير، الطومار نسبة إلى الجلد، مصطلح فارسي اسمه الطومار، الجلد اسمه الطومار لديه، وأصبح الخط خط الطومار. ثم الكامل والثلث والثلثين والنصف. الكامل والثلث والثلثين والنصف بدأت مرحلة الابتكار في بداية الدولة الأموية، فظهرت هذه الأسماء الجليل والطمار والكامل والثلث والثلثين والنصف. ليش يعني ثلث؟ ما معنى ثلث وما معنى كامل وثلثين؟ رأى الخطاطون في ذلك الوقت أن يوحدوا عرض القلم، فأخذوا عرض القلم 24 شعرة من شعر من ذيل حيوان اسمه البرذون. البرذون هو الحصان التركستاني الذي يعرف بعض المناطق باسم الحصان السيسي، عندنا هنا في المنطقة يسمونه الحصان السيسي، قصير القوائم. هذا يبدو أن ذيله له سمات جعلتهم يأخذون 24 شعرة من شعر ذيل هذا الحيوان، وأخذ عرض القلم على هذه الـ 24 وسموه القلم الكامل. ثم أخذوا ثلثي هذا العدد 16 شعرة وسموه قلم الثلثين، ثم أخذوا ثلث هذا العدد 24 شعرة ثلثها 8 شعرات وسموه قلم الثلث. وهكذا تعددت الأسماء في بداية الدولة الأموية، جليل، طومار، طومار كما ذكرنا هو لفظ فارسي معناه الجلد، وأصبح الخط اسمه خط الطومار، وبعث إليه بطومار، معناه بعث إليه رسالة بخط الطومار. ثم الكامل وهو 24 شعرة من شعر حيوان البرذون، ثم الثلث والثلثين والنصف، النصف يعني 12 شعرة من شعر هذه. هذه بداية التطور الفني في الكتابة، في قصة الكتابة العربية. ثم استمر الحال إلى أن جاء الوزير محمد بن مقلة على رأس القرن الثالث الهجري. ظهرت الصورة؟ نعم يا دكتور، واضح. هو أول من وضع مقاييس فنية في الخط العربي، الوزير محمد بن مقلة، ظهر على رأس القرن الثالث الهجري، ووجد أن الخطوط التي موجودة مقاسة بعرض القلم، لكنه بحسه الفني وجد أن عندما رسم الألف من الأعلى للأسفل وقاسها بعرض القلم وجدها 8 نقاط، فعمل دائرة قطرها 8 نقاط ورسم الألف بداخلها، ثم رسم الباء بشكل أفقي في داخل هذه الدائرة التي قطرها 8 نقاط، ثم الجيم كما هو واضح. واضح الصورة أمامكم النسبة الفاضلة؟ نعم دكتور. هذه النسبة الفاضلة هي أول مقاييس فنية وضعها محمد بن مقلة، عرفت باسم النسبة الفاضلة، وقاس جميع الحروف على هذه الدائرة، واستعار اسم الثلث. فيما سبق قبل ابن مقلة كان الثلث يعنى به 8 شعرات من شعر حيوان البرذون، لكنه استعار هذا الاسم وأطلقه على الخط الذي طول الألف فيه 8 نقاط، وظهر خط الثلث على يد الوزير محمد بن مقلة الذي وضع أول مقاييس فنية للخط العربي.
كما تشاهدون هنا تقاس الحروف كلها بالنقاط. هذا 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 الأسلوب ابتكره الوزير محمد بن مقلب. ثم ابتكر خط أصغر من الثلث، طول الألف فيه 4 نقاط وله خصائص فنية خاصة به، 4 نقاط، وسماه البديع. ثم تغير اسم هذا الخط البديع إلى خط النسخ، لأنه استحسن في كتابة نسخ القرآن الكريم، وكانت الحركة الثقافية قائمة على النساخ، المؤلفات العلمية وغيرها، فاستحسنه النساخ، استحسنوا خط البديع وتغير اسمه إلى خط النسخ. فعندنا الكوفي الذي هو له صفات هندسية جافة دخلت فيه الزخارف وأصبحت له أنواع، كوفي مضفر، كوفي ممرق، كوفي مزهر. ثم خط الثلث الذي وضع أقاييسه محمد بن مقلة، ثم خط البديع الذي تغير اسمه إلى خط النسخ. ثم هذه الثلاثة اللي التي باللون الأحمر ظهرت يا دكتور، تطور فنون الخط العربي. أي نعم دكتور. الخط التي بالخط الأحمر، الخط الكوفي، خط الثلث، خط النسخ اللي كان اسمه البديع، هذه خرجت من أيدي الخطاطين العرب. لكن لما دخل الإسلام إلى بلاد فارس كانت لهم كتابة استبدلوها بالحروف العربية، وظهر خط عندهم اسمه خط الشكستة، ثم التعليق، ثم عجبهم النسخ الذي وضع قواعده محمد بن مقلة، وعملوا مزاوجة فنية بين النسخ العربي والتعليق الفارسي، وظهر خط جديد اسمه النستعليق. النستعليق مزاوجة فنية بين النسخ العربي والتعليق الفارسي، وظهر خط جميل رشيق عرف فيما بعد باسم الخط الفارسي. الخط الفارسي هذا خرج من أيدي الخطاطين العرب، وجاء ابن مقلة بعد ابن مقلة عدد كبير من الخطاطين والأعلام، مثل ابن علي بن هلال بن البواب في القرن الرابع الهجري، وبعده ياقوت المستعصمي، اللذين أبدعا كثيرا في الثلث والنسخ وأجادا وأضافا كثيرا من الجماليات إلى هذين الخطين الثلث والنسخ. وحفظت كتابات ياقوت المستعصمي من الدمار الذي شمل بغداد بعد الغزو التتري، ثم جاء الأتراك وأخذوا هذه الثروة كتابات ياقوت المستعصمي وأجادوا النسخ. الوقت أوشك أن يداهم، وأنا على وشك أن أنتهي. ثم جاء الأتراك وأخذوا هذا خط النسخ وخط الثلث الذين أخرجهما محمد بن مقلة وضع قواعدهم، وأجادا فيها إجادة حتى تفوقوا على أساساتهم العرب. ثم اخترعوا لأنفسهم خط الإجازة وخط الديواني والخط الديواني الجلي وخط الرقعة وخط الطغراء، هذه كلها التي باللون الأسود، هذه ابتكارات تركية. إذا سمحت لي بدقيقة، خط الثلث لمن لا يعرف خط الثلث هو الذي موجود الآن في الكسوة الكعبة المشرفة وفي الواجهة المسجد النبوي، وهو هذا مثال ذلكم ومما علمني ربي، هذه خط الثلث لمن أراد أن يتعرف له. خط النسخ طبعا هو الذي تكتب به المصاحف، سواء في طبعة السعودية مجمع الملك فهد أو الشامية أو المصرية، كل النسخ حتى الباكستانية تكتب بالنسخ. فمن أراد أن يتعرف على خط النسخ فلينظر إلى القرآن الكريم. ثم خط الإجازة، وهو ابتكار تركي، زاوجوا بين النسخ والثلث بخط جميل خصصوه لكتابة الإجازات الأتراك، هذه صورته. وهذا الخط الفارسي خط رشيق جميل في بعض أجزاء حروفه نحيفة وبعضها غليظة، مما أعطى نوع من الخط الديواني، وهو ابتكار تركي تتشابك فيه الحروف منحدرة من الأعلى من اليمين إلى اليسار. والجلي الديواني ابن عمي تكثر فيه الحليات بين الحروف والزخارف. وأخيرا الرقعة، خط الرقعة ابتكار تركي، هو الذي نستحسنه في الكتابة السريعة لأنه خط سريع. وخط الطغراء هو عبارة عن توقيع يحمل دائما اسم شخص، زي الختم، زي المهر.
أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، وشكرا لحسن استماعكم وصغائكم. شكر الله لكم سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله، وزادكم ونفع بكم على هذا العرض البديع الذي قدمتموه عبر منصة مجمع مكة بالتعاون مع جامعة أم القرى. هذا العرض الذي سلط الضوء على أطوار الكتابة العربية ومراحل اكتمالها ونضجها عبر أحقاب التاريخ العربي، فالشكر أجزله وأوفاه لكم دكتور عبد الله. وكما اعتدنا في كل لقاء، نستتبع اللقاء بمداخلة ضيوفنا الذين يرغبون في طرح أسئلتهم واستفساراتهم استجلاء واستيضاحا واستنباء أو إدلاء بجديد، على أن تكون المداخلة موجزة منصبة في صلب الموضوع لا تتجاوز دقيقتين بإذن الله. نستفتح المداخلات بالدكتور عبد الله الثقفي حفظه الله. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا دكتور، السلام عليكم. السلام. الصوت واضح؟ نعم دكتور. طيب بسم الله والحمد لله. بداية اسمحوا لي أن أعرب عن مدى سعادتي بتواجدي في هذا اللقاء المبارك، والذي جاء في إطار التعاون بين جامعة أم القرى ومجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، كما وأني في ذات الوقت أقدم جزيل الشكر والعرفان للمجمع متمثلا في سعادة رئيسه الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي، والشكر موصول أيضا لسعادة الدكتور مصطفى شعبان وكل العاملين بالمجمع، كما وأني أجزل الشكر لفارس هذا اللقاء أستاذ الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الفتيني، وإن كانت شهادتي فيه مجروحة فهو أستاذي وزميلي أيضا، الله يحفظه. قدم لنا سعادة البروفيسور اليوم رحلة تاريخية علمية في عالم الخط العربي، شكرا لهذا العطاء سعادة البروفيسور، وقد أكرمتني بتلبية دعوة المجمع تحقيقا للتعاون الذي ذكرته آنفا. لك منا جزيل الشكر، وأحسب كذلك أن المجمع يشكرك على هذا اللقاء. دكتور عبد الله، لدي سؤال إن سمحت لي. هل ترى أن تطور قواعد اللغة العربية أو قواعد الخط العربي جاء نتيجة لدوافع نفعية، بمعنى أن هذا التطور هي لأشياء نفعية أم كانت جمالية فقط، أم هي خليط بين ذلك وذا؟ هذا سؤالي باختصار. أكرر شكري لسعادتك ولسعادة العاملين في المجمع، ونتطلع إن شاء الله إلى تعاونات قريبة بإذن الله. بارك الله فيكم يا دكتور. المداخلة التالية الأخ الكريم الأستاذ عبد الرحمن كرومي، أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر القائمين على المجمع، ونشكر الأستاذ الدكتور الذي تفضل بهذه المداخلة الشيقة التاريخية. لدي سؤالين. السؤال الأول متعلق ب هل هناك شخص أو هناك أقوام بعينهم تفطنوا إلى كيفية ترجمة الصوت إلى حرف، بمعنى هل هناك شخص بذاته أو هناك قوم أول من فكر في ترجمة الأصوات إلى حروف وفك بعضها عن بعض؟ السؤال الثاني، لما وضع أبو الأسود الذؤلي الرد أو الياء نيابة عن ما عرف بعد ذلك بالكسرة والواو الذي الواو الصغير التي عرفت بالضمة والحذف الصغير أي الألف الصغيرة التي عرفت بالفتحة، من بعد ذلك من وضعها عبارة عن شرطة وضمة وكسرة كما نعرفها اليوم؟ وبوريكتم. شكرا يا دكتور.
المداخلة الثالثة للدكتور وليد الطف حفظه الله. أهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شكرا يا دكتور عبد الله على هذا الإلقاء وهذه المحاضرة الشيقة القيمة. سؤالي انحصر في الكتابة اللي نشوفها في المغرب، المصحف مكتوب بصورة تختلف عن خط النسخ اللي اعتدنا عليه، فهل هو نوع من أنواع الخط الكوفي؟ أشوف التنقيط يعني أيضا مثلا حرف الفاء النقطة تحت الفاء والقاف نقطة واحدة فوق الحرف، النون في آخر الكلمة تجدها غير منقوطة لكن خط فوقها، فكيف يعني حادت الكتابة في المغرب عن الكتابة العربية؟ نعم، شكرا دكتور وليد. المداخلة التالية دكتورة شوقية محمد. أهلا وسهلا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. في البداية نهني مجمعنا المكي، مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، لفوزه في مسابقة وقف لغة القرآن، وهذه الجهود التشاركية التعاونية ما جاءت إلا لتضع بصمتها في كل لحظة وحين، كهذه الدروس التربوية اللغوية التي تبعث فينا الفخرة ونجدد فيها ولاءنا لهويتنا لغة القرآن. دكتور، أنا سؤالي ماذا عن تطور هذه اللغة، لغة الكتابة ونموها الآن؟ هذا الزخم التاريخي الذي شرحته لنا في المحاضرة ما بين حروف ومن ثم تنقيط وحركات وأصوات، ماذا عن وضع هذا النمو في العصر الحالي مع تداخل الكثير من اللغات والتقنيات الرقمية كذلك؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله دكتور. المداخلة التالية الأخ الكريم عبد الرحمن الحجيلي حفظه الله. أستاذ عبد الرحمن تسمعنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. حياكم الله يا دكتور. أكرر الشكر والثناء للمجمع والأستاذ المحاضر، وكسبا للوقت أوجه سؤال محدد إلى الأستاذ الكريم البروفيسور عبد الله عن الحرف المفقود، الحرف المفقود ولا شك أنه يعرفه، متى فقد من الهجاء العربي؟ لعله إن شاء الله يعني يجيبني، لأني الحرف المفقود. نعم. متى فقد؟ نعم، متى فقد من الهجاء العربي؟ طبعا نقصد فيها الهجاء اللي هو الألفباءي، لأن الهجاء الأبجدي كما تعرفون لم يستخدم في الكتابة العربية. هذه الملاحظة. الملاحظة الأخرى وإن كانت يعني بسيطة، أعتقد أنه تصحيحا للعبر الكلمة التي أشرتم إليها، ليس نقط الإعجام أو الإعراب وإنما نقط بالمصدر، لأني كأني سمعتها أكثر من مرة نقط وهي نقط، لعلك تنتبه لا لأن القائم. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. المداخلة التالية الدكتور عبد الله بن صالح الشريف. أهلا وسهلا دكتور. مسموع الصوت؟ نعم نعم، أهلا وسهلا دكتور. شكرا شكرا مجمع اللغة العربية، دكتور عبد العزيز الحربي، دكتور عبد الله فتيني، دكتور مصطفى شعبان. السؤال، هل الخط العربي قابل للتطوير وما هي شروط تطويره ومن له الحق في ذلك؟ كثرت الخطوط في الآونة الأخيرة، نراها في الحاسب الآلي ونجدها بعض الخطاطين، يعني ليست متشابهة مع الخطوط الأصيلة، فهل هناك شروط محددة تنظم هذا التطوير ومن له الحق في ذلك؟ شكرا لكم. بارك الله فيك. المداخلة التالية لسعادة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي حفظه الله.
أهلا أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور. أسعد الله ظهيرتكم بالخير والمسرات جميعا. أحببت والله أن أرحب بأخي سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله، وأشكره والله على وأثني على شكر الدكتور عبد الله ثقفي شكرا آخر نيابة عن المجمع، وتنويها بهذا التعاضد بين المجمع والمؤسسات العلمية والمعرفية والثقافية في مكة، ومن بينها نادي مكة الأدبي، واليوم نرى هذا التعاضد والتعاون بين المجمع والجامعة. نود إن شاء الله أن تكون هذه الجهود المشتركة والتعاونات تستمر لما فيه خير اللغة العربية ولما فيه خير للمعرفة. الموضوع الذي تفضل الدكتور عبد الله ولبى دعوة المجمع والجامعة وتحفنا بهذا الموضوع، موضوع مهم جدا، والكل كل من رأى هذا العنوان كان متحفزا وينتظر هذه المحاضرة. وأعتقد أنا من جانبي أن المحاضرة لها فرعان وجانبان. الفرع الأول الذي ابتدأ به دكتور عبد الله فتيني جزاه الله خيرا هو موضوع مهم ومبحوث وبحث كثيرا، وفيه جوانب فيها كلام كثير ربما يعني بعض المستمعين الذين لهم اهتمام ولهم تتبع في هذا المجال، مجال الكتابة، مجال المستوى الكتابي للغة، أي تمثيل ما هو منطوق صوتا برموز كتابية، وتطور هذه الكتابة، نشأتها وتطورها ثم المراحل التي مر بها. أعتقد أن هناك وجهات نظر كثيرة. اليوم سمعنا من سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله وجهة نظر واحدة. أعتقد أن بإزاء هذه وجهات النظر، وجهة النظر التي تفضل بها، بإزائها وجهات نظر مختلفة، وقد أثيرت وجهات النظر المختلفة منذ زمن بعيد فيما يخص النقد، مثلا النقد، نقد الحروف، منذ زمن بعيد أثير الشك في هذه المسألة، وقد ورد هذا حتى عند في صناعة الإنشاء للقلقشندي، وله رأي مشهور ينسب إليه، يقول هذا الرأي إن الحروف كما بدأت منقوطة من الأصل، لأنه لا يعقل كما يقول أن تكون الحروف متشابهة وعارية عن النقط في نفس الوقت. لا يمكن عقلا أن تكون الراء والراء هي نفسها الراء والزاي، ولا يمكن عقلا أن تكون السين والسين بلا نقط هي السين والشين، والصاد صادا أخرى وتعني الضاد، والجيم جيما أخرى وجيما ثالثة وتعني الحاء والخاء في نفس الوقت. ثم إن هناك ما يتشابه إلى درجة كبيرة جدا، وهي وخصوصا أن الخط العربي هو مبني على الوصل، وعري الخط من النقط سيجعل مثلا الباء والتاء والثاء والياء والنون في داخل الكلمة برسم واحد لا يفرق القارئ بينها. ما يثار في أن العرب يعني لهم فراسة ويستطيعون أن يعرفوا الكتابة من غير نقد، وأن دخول الأعاجم وشيوع اللحن هو الذي ألجأهم فيما بعد في مرحلة متأخرة إلى النقد. هذا الأمر هو محل تساؤل منذ القدم، يعني هذا الأمر ليس جديدا، من عهد القلقشندي وربما قبل القلقشندي. فيما بعد وفي دراسة أنا نشرتها قريبة يعني قبل سنوات، عثرت على نصوص في دراسات ألمانية، أحدها منقول عن مستشرق ألماني كان يتحدث عن أثر نقشي في القرن الأول في حدود الـ40 هجرية،
وقد قال إنه فيه إن الحروف المنقوطة موجودة في ذلك، وصفها وصفا أنا يعني نقلت النص في هذه الدراسة، وهذا أقرب إلى المعقول والمنطق وأقرب إلى النمط الذي اتخذته الكتابة، باعتبار الكتابة العربية مالت إلى الاختصار، وعملية أن يكون هناك رمزان متشابهان ويفرق بينهما النقط هو وسيلة من وسائل الاختصار لئلا تكثر الرموز، ولأن النقط هو ضرورة من ضرورات الوصل. هذا إذا تحدثنا عن واحدة من هذه الجوانب التي تفضل الدكتور عبد الله بها وهو مسألة النقط، هناك جوانب أخرى كثيرة ما يخص ما سماه دكتور عبد الله النظريات، هناك مسألة مختلفة عن النظريات، وهناك عزو لما تفضل به الدكتور بطريقة أخرى مختلفة، والأمر يطول يعني، والبحث في هذا يطول. أنا أحببت فقط أن ألفت نظر المتابعين الكرام والحاضرين إلى أن هذا الجزء، جزء التتبع للكتابة والتاريخ، إذا وضعنا كلمة تاريخ بين قوسين باعتبار تاريخ العلوم هو جزء مهم جدا، تاريخ العلوم في يعني تاريخ اللغة في صورتها المنطوقة، مثل ما أن تاريخها أيضا في صورتها المكتوبة هو جانب مهم، ولا يمكن أن يروى في بشكل قصص فقط ويكتفى بهذا، لأنه ينبني على تحقيق المسائل فيها ما يكون أو ما ينبني عليه أمور أخرى أيضا في غاية الأهمية في قضايا اللغة وزواياها المختلفة. أنا أحببت فقط أن أثري هذا الجانب، الجانب الذي سبق في بداية الحديث أو الجزء الأول لنقل، ليعلق عليه سعادة الأستاذ الدكتور، ولتكون الجلسة يعني أكثر ثراء إن شاء الله. فيما يخص الجانب الآخر، أنا لمست يعني تتبع مسألة التحسين، أو يعني هي مرحلة لاحقة، مرحلة التي كما تفضل الدكتور وبدأ تقنينها من عهد ابن مقلة. من قبل ابن مقلة ربما كان هذا التاريخ تاريخ الخط الذي يبدأ من التاريخ الحجازي، وقد ينفي كثير من القناعات السائدة مسبقا عند كثير من المتابعين ومن القراء، كانوا يعني لا يعرفون هذه المعلومة، ومعلومة أن الخط الحجازي وكان أساسا وكان سابقا وقد بني عليه بعض التحسينات اللاحقة التي منها تحسين ابن مقلة. هذا جانب مهم جدا، وقد يغير كثيرا من قناعاتنا وكثيرا مما يقال في تاريخ الخط، يعني تاريخ الخطوط أقصد، وتاريخ تحسين الخطوط، وهذا تاريخ منفصل وتاريخ متأخر. الحقيقة هذه الزوايا التي أضاء شيئا منها دكتور عبد الله، وأنا الآن يعني أحببت أن أضيء أو أن ألفت النظر إلى زوايا أخرى فيها، هي يعني جوانب إثارتها ستثري النقاش حولها، ومن ثم ستنكشف أمور كثيرة، وسيكون هناك ثراء في البحث اللغوي بشكل كامل. أعتذر عن الإطالة يا دكتور مصطفى، وشكرا لك أنك منحتني الوقت، وأنا أطلت يمكن أكثر مما ينبغي. أكرر الشكر والتحية للدكتور عبد الله، وشكرا أيضا للدكتور عبد الله ثقفي الذي أيضا كان له يد في جلستنا هذه، وإلى مزيد إن شاء الله من التعاون فيما بعد. أشكر الجميع مرة أخرى، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سعادة دكتور محمد على هذه الإطلالة الفياضة. طيب يا دكتور، المجال مفتوح لسيادتكم الآن للتعقيب، يعني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مجموعة أسئلة ومداخلات جميلة وجديرة، بالمناقشة أرجو أن يكفي الوقت لمناقشتها. دكتور عبد الله الثقفي ذكر أن تطور قواعد الخط العربي هل كان سبب نفعيا أم ماديا، لكن أنا أرى أنه أن تطور قواعد الخط العربي وازدهاره وتنوعه بهذا الشكل لم يكن نفعيا، ولم يكن نفعيا بالدرجة الأولى بقدر ما كان نابعا من محبة المسلمين للقرآن الكريم والعناية به.
كلام الله عز وجل. لولا هذا الارتباط أعتقد أنه لم يكن هناك هذا التطور الجمالي الهائل في أنواع الخط العربي وتعدد صور الحرف الواحد في الخط الواحد. أعتقد أن هذا التنوع وهذا الثراء كان مصدره تعلق المسلمين بكتاب الله عز وجل. هذا رأيي. الأستاذ عبد الرحمن ذكر هل هناك شخص أو أقوام بعينهم ترجم الصوت إلى الحرف؟ طبعا معروف وذكرت أنا في هذه المحاضرة طبعا الهيروغليفية كتابة المصرية القديمة والسينائية كانت عبارة عن رموز، كتابتهم كانت عن رموز وصور، ترجموا الكلام إلى رموز وصور. ثم جاء الفينيقيون أول من اخترع الأبجدية في العالم، ألفا بيتا جاما إلى آخره. هذه أساسا حروف كانت صور ثم تبدلت إلى حرف الألف وألف وبيتا. ومن الفينيقية طبعا كما ذكرنا خرجت الأبجديات أمهات الأبجديات في العالم. دكتور وليد يذكر أن في المغرب أن هناك اختلاف خطوط المغاربية وهذا صحيح. خط لما انتقل من شرق العالم الإسلامي إلى مغربه وخاصة الكوفي اتسم بسمات جمالية مختلفة عن نصله الشرقي. والخط الكوفي المغربي جميل جدا وله يعني سمات فنية عالية القيمة الجمالية، وتفرعت من الخطوط التي انتقلت إلى المغرب الإسلامي خط النسخ وخط الكوفي تحديدا والثلث، ولكن له طعم جمالي مختلف عن شرق العالم الإسلامي. ثم جاءت فترة غاب كبير بين المشرق والمغرب بسبب الفترة الاستعمارية وانفصلنا عن الفنون في المغرب، تطورت هي لوحدها. والآن في هذا العصر الحديث الآن هناك عديد من الدراسات. أنا كنت قبل شهرين في فاس عندهم مهرجان الخط العربي، ولقيت هناك محاضرة وورش كثيرة في الخط الكوفي المشرقي الذي وجد في الشام والعراق ومصر والحجاز، يختلف تماما عن الكوفي المغربي وكان يعتبر جديدا على متعلميهم. ثم وجدت أن الكوفي المغربي خط جولة أثرية في الأماكن الموجودة في فاس وغيرها، والتقط كثير من الصور، والآن بصدد عمل دراسة فنية جمالية للخط الكوفي المغربي ونقله إلى المهتمين في المجال في هذا المجال في المشرق العربي، ويكون هناك إن شاء الله تقارب. أيضا النقاط أيضا حصل بها تغيير كما ذكر الدكتور وليد، نقطة الفاء لا توضع ونقطة القاف توضع تحتها وهكذا عديد. الآن أنا بصدد عمل دراسة إن شاء الله مفيدة، أرجو أن تكون مفيدة وستظهر قريبا عند الانتهاء منها إن شاء الله، تجيب على كل تساؤلات الدكتور وليد. الدكتورة شوقية محمد أشارت بشيء من الأسى إلى وضع الخط العربي في أيامنا هذه، والحال في جميع الدول العربية الحقيقة والإسلامية يعني الخط يعني ما زال في وضع سيء يرثى له بسبب التقنية الحديثة وانتشارها وانتشار أجهزة الكمبيوتر في لدى الجميع حتى الأطفال وغيرهم وبسهولة استخدامه. ويعني الآن لما نجي أكتب أنا بقلم البسط وأجهز الحبر وأجهز الورق وقص القلم، هذا يعني يحتاج إلى وقت. جاءت التقنية ووفرت لي كثير من الوقت والجهد والورق، لكن التقنية لها يعني حقيقة مساوئها، أساءت كثيراً إلى جماليات الخط العربي. وظهر في الكمبيوتر وغيرها خطوط لها نفس الأسماء، الخطوط التراثية الثلث والنسخة والنسخ والفارسي، وكلها مشوهة ما عدا الكوفي لأنه يتوافق مع إمكانيات التقنية وكونه هندسي. أما الثلث والرقعة والديواني والفارسي يعني نجدها أنها مشوهة وأساءت كثيراً إلى تذوق الناس للخط العربي. الآن الأمل إن شاء الله في المسؤولين في وزارات الثقافة والتعليم بإعادة
الاهتمام بالخط العربي في المدارس، ونسعى إن شاء الله هنا في المملكة العربية السعودية وجدنا هناك يعني تقبل لهذه الأفكار لتأكيد عودة الخط العربي إلى مدارسنا، وكذلك الظاهرة الجديدة التي أفرحتنا كثيرا وهو اهتمام الدول بالخط العربي. قبل عام كان هناك عام الخط العربي في المملكة العربية السعودية أعلنته وزارة الثقافة، هذا له فضل كبير على الخط العربي وعودة الاهتمام به بعد أن كنا نسدل عليه ستائر النسيان. وكذلك الحال في مصر، عندهم ملتقى سنوي في المغرب، عندهم مهرجانات كثيرة في تونس، في الأردن، في الشارقة، في دبي، في الكويت. الحمد لله يعني هناك في حراك نحو الخط العربي، ولأنه هو كما ذكرت هو تاج الفن الإسلامي، هو الذي نفخر به في الفن الإسلامي. فإن شاء الله أنا أرى أن القادم والمستقبل جيد وجميل إن شاء الله يا دكتور الشوقية بالنسبة للخط العربي. الأستاذ عبد الرحمن، شكرا على هذه الإفادة، نقد وليس نقط. أما الحرف المفقود ما أعرفه، قد حاولت أتذكر الآن حرف الغين مثلا بشيء، والله لكن من قال لا أعرف فقد أفتى. أرجو أن يعني تفيدنا بهذا الجانب. دكتور عبد الله بن صالح الشريف، هل الخط العربي قابل للتطوير؟ نعم، وقابل للتطوير وليس حكرا على أتراك أو فرس أو عرب، قابل للتطوير مع التزام بمعايير مهمة، وهو عدم الخلط، لأن لا يقرأ الحرف ويصير هنا خلط بين هذا فاء أو حرف آخر، هذا جيم وحرف آخر. يجب أن تكون الأمور واضحة سهل للقارئ القراءة. لكن حقيقة أعود مرة أخرى، ظهور التقنية بهذا الشكل المفجع المنتشر حد كثير من هذه الابتكارات، وأصبحنا يا دوب نحافظ على الموجود عندنا، يا دوب نمسك الثلث وقواعد الثلث التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، ونعلم أبنائنا كيفية التقيد بهذه المقاييس، ثم من وصل منهم إلى مرحلة عالية جدا مثال الخطاطين الكبار لا مانع أن يضع بصمته وأسلوبه الخاص به. لكن التطوير كما هو معروف لا يوجد الآن، حتى الآن لا يوجد بسبب التقنية وانتشارها وأثرها السيء على هذا ما لدي. الأستاذ دكتور محمد ربيع الغامدي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة المفيدة، لا شك أن كلها مداخلات مفيدة وجميلة. صبح الأعشى والقشندي حقيقة أشار كما ذكرت الدكتور، لكن يعني ذكرت أن النقاط موجودة من السابق. أنا كباحث على قد أنا مالي يعني حقيقة، رحم الله عمران عرف قدر نفسي، بعد أنا إنسان فنان وخطاط ولي اتجاه بال، يفيدني اللغويين يفيدني الأثريون في هذه الجوانب التاريخية، لكن ما أراه وأنا كباحث بسيط أن الخطوط الآثار التي وجدت قبيل البعثة المحمدية ومن النبطية إلى كتابة القرآن لم تكن بها نقاط ولا حركات، وكيف يتفق هذا ما نراه أمامنا مع ما ذكره وتفضلت به ما ذكره القشندي في صبح العاشر؟ أنا أرى أن الموضوع كبير ويحتاج إلى ندوات ومحاضرات كثيرة يشارك فيها اللغويون ويشارك فيها الأثريون والمؤرخون. هذا ما لدي حقيقة، أشكر شكرا جزيلا خالص الشكر والتقدير لمجمع اللغة العربية بمكتبة المكرمة، وخص سعادة رئيس المجمع الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، والشكر الجزيل لأخي الحبيب الأستاذ الدكتور عبد الله الثقفي منسق جامعة أم القرى مع المجمع، وأيضا جزيل الشكر للحبيب الدكتور محمد ربيع الغامدي، والحبيب جدا الأستاذ الدكتور مصطفى شعبان، والشكر موصول لكل من كان وراء هذا الحراك وهذه الأنشطة العلمية الجميلة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتور الحبيب عبد الله على هذه الجولة الفيحاء الغناء في رياض الخط العربي ومسيرته الحافلة بالإبداع والجمال. وفي الختام باسمي وباسم مجمع اللغة المكي أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان وأخلص كلمات الود والامتنان لسعادة الأستاذ دكتور عبد الله فتيني
على ما أتحفنا به من إفادات وما وقفنا عليه من إضاءات. شرفنا بهذه الكوكبة العطرة من الأساتذة والمشاركين والمختصين، ونود أن نلفت عناية حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار شهادة حضور نرجو ملء النموذج المرسل. كما نود أن نشير إلى أن السبت القادم بإذن الله سيكون عن تجربة تعلم اللغة العربية وتعليمها في دولة بولندا للأستاذة الدكتورة بربارا ميخالاك الأستاذة في جامعة ياجيلونسكي ببولندا. وإلى لقاء آخر قريب تتجدد فيه أطروحات اللغة وقضاياها بحول الله تعالى وقوته. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.